شعره شقيق الدنيا، بطمة ابتسام بطمة يحترق بصالون تجميل. شاهد ردة فعلها. إليكم التفاصيل. فقد تعرضت ابتسام شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة الكبرى لموقف صعب خلال تواجدها داخل أحد صالونات التجميل لتصفيف وتجميل شعرها، حيث تسبب أحد العاملين في الصالون في حرق شعرها. وقد لاقى المقطع رواجا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد لها باعتبار أن ردة فعلها جد عادية بسبب إتلاف شعرها، وبين من اتهمها بقلة الأدب بسبب تشاجرها وتهنيفها لمن فعل بشعرها ذلك، فيما تحدث آخرون عن اختيارها لمكان رديء.